كنت بقول إنه أنا ما رح أتزوج واحد يخيرني بين الفن، لا ما رح أتزوجه، يعني ما رح يجي يقول لي أنا بحبك وبعشقك وبموت فيكي بس سيب الفن. أنا رح أقول له وأنا بحبك وبموت فيك ابعد عني، نقطة. لأنه أنا ما اشتغلت وما قعدت إلي 16 سنة هلأ بالفن عشان يجي شخص يقول لي ابعدي عن الفن. أي نعم هو اللي فاضل لي بحياتي، وهذا شيء ما بنقدر ننكره، صح؟ وهلأ كمان بقولها، لأنه الفن أنا مش دايم لي. أنا يمكن هلأ شكلي هيك، بعد 5 سنين رح أصير أكبر، بعد 5 سنين رح أصير أكبر. إيش رح يفيدني بالحياة غير الأهل والصحة والزوج الصالح والأطفال؟ وأنا من حقي بني آدم زي زيكم، أنتوا كمان تشتغلوا صح، بس ما عندكم أطفال، ما عندكم بيت، ما عندكم زوج، ما عندكم حياة عائلية، بدكم تطلعوا مع أهلكم وتروحوا وتيجوا. أنا كمان هذا من حقي إنه أنا يكون عندي هذا الشيء، ولكن إحنا صعب حياتنا يمكن أكتر منكم بشوي، ولكن شو بيمنع إن يكون عندك زوج صالح يدعم مسيرتك الفنية وانت تعملي هذا البالانس، انت تحترمي وجود زوج بدل ما يصير مثلا زيارتك 4-5 أيام للبلد اللي حتروح عليها تعملي فيها حفلة، ما فيش خليها يومين، اعملي مؤتمرك الصحفي، اعملي حفلتك، ارجعي قضي مع أولادك وقضي مع زوجك. فالست هي القوية اللي بتقدر تعمل هذا البالانس. ولكن لما يجي زوج يجي يقول لي ويخيرني انه فن او زواج، لا رح اقول له انا بدي الفن، انا بدي شخص اجي اتزوج انا وياه، يمكن قلت يمكن انام اصحى اقول له بيبي قول لي ها، وطبعا لسه فتاة، اقول له بيبي انا ما عاد بدي الفن، انا القرار من عندي مش القرار من عنده، وهو لازم يحترم قراري زي ما انا بحترم شغله وبحترم عمله. انا مش حضيع هاي السنين كلها، مع انه انا دراستي كانت صعبه، انا درست دبلوم علوم طيران، انا كنت احلم يوم الايام اكون كابتن، كنت احلم، ولكن الدم كان يعني دمي كان مزيكا، يعني دمي خلص مزيكا، يعني انا من عمري 5 سنين وانا بغني، كان الدم كله عندي انا بدي مزيكا. وحاولت شوي ابعد من الموضوع، دخلت درست طيران ومش عارف شو، ما قدرت. اجتني فرصه سوبر ستار، جيت من المدرسه حطيت شنطتي المدرسه، ماما بتقول لي في برنامج على فيوتشر اسمه كذا كذا، رفعت التليفون وسجلت ورحت واخذت شهادتي وانا مقدمه سوبر ستار بالمرحله الاولى. فمش حتيجي انت بعد 17 سنه تيجي تاخذ لي هذا هاي الايام الحلوه اللي قضيتها بصعبها بمرها بحلاوتها بكل شيء، مش انت، انا اللي بصحى من النوم وانا اللي رح اقول لك ما بدي الفن. يمكن بس اتزوج واحس حالي انه انا حبله ابطل، ويمكن اغني وانا حبله واجيب ولد واثنين وثلاثه واربعه وبعدين اقول له بيبي انا زهقت وتعبت وما بدي. يعني اختاره عجبتك طبعا، ما احلاها زي الفراشه كانت بتطير وهي حبله وعندها 3-4 أطفال، ماله مش غلط، وزوجها بعيد عن الكارير تبعها. هون يعني زوجك لازم يكون بعيد عن الكارير. شو عملت؟ اجاها النصيب الحلو الحمد لله، احنا ان شاء الله يجينا النصيب اللي نفس النصيب يتفهم انه هاي شخصيه فنانه، ولكن هي برضه عندها حياتها. زوجك لازم يكون بعيد عن الكارير. زوجي لازم يكون بعيد عن الكارير، انا بتمنى يكون بعيد عن الكارير، ولكن بتمنى يكون متفهم وعقلاني للكارير. اكيد اكيد، لانه اذا هو فنان انا فنانه خير ان شاء الله. بلاد وين دم يعد عند الخدمات ربي يجيبك، او نيح المعمل طيرنجي على قولتك. تخيلي بحط الولاد جنبي، قال عروض الزواج اجا، مش انه ما اجا، والله كثير كثير يا حبيبتي، بس لا ما بينفع. اللي بده بالسر، واللي بده مسيار، واللي بده علن بس اسيب الفن، واللي عنده 4-5 نسوان، واللي عنده 20 ولد، واللي عنده انزل على مرته. ليش يما؟ ليش يا حبيبتي؟ شو ناقصني؟ او بتزوجك بدون ما حدا يعرف؟ لا، انا بتزوج زواج تقليدي، انا بنت طبيعيه، انا شغلي طبيعي، يعني انا شغلي عادي زي الدكتوره زي المهندسه، انا بغني بس، ومن حقي اتزوج زواج طبيعي، يزفوني وياخذوني من البيت وتيجي جاها وكل إشي. شو يا خطيفه ياخذوني؟ شو ناقصني؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.